النسيان. كلمة النسيان دي بتعدي علينا على فكرة، احنا دماغنا بتفضل طول الوقت شغالة. النسيان مش سهل يا جماعة، اننا ننسى شخص كان عشرة في حياتنا ده مش سهل، بس يعني حصل خلاص، يعني حصل المفروض الشخص ده مشي فخلاص، يعني المفروض ننساه. موقف حصل صعب في حياتنا ما بنقدرش ننسى، ايام صعبة عدت في حياتنا برضو ما بنقدرش ننسى. انا عارفة ان في ناس كتير لحد دلوقتي ما نسيتش، فالفيديو ده انا عاملاه ليهم. ضحكوا علينا لما قالوا لنا الايام والسنين الطويله بتنسي، بس نسيوا يقولوا لنا ان النسيان ثمنه غالي جدا. قوموا وقفوا على رجليكم، نضفوا كل الفوضى والمتاعب والاذيه اللي انتوا اتحطيتوا فيها بسبب الناس دي، واوعوا تستنوا من الشخص اللي اذاكوا اللي هو يمد ايديه ليكوا، لان انتوا لازم انتوا تساعدوا نفسكوا وتقوموا وتقفوا على رجليكوا. عارفين ليه؟ علشان خاطر انتوا اللي هتساعدوا نفسكم، محدش تاني هيساعدكم في الدنيا خالص. الانسان هو اللي بيساعد نفسه في اي حاجة بتحصل له في حياته، ولا تشغلوا نفسكم بيهم ولا تسيبوا باب موارب للرجوع. انا عارفة الموضوع يعني شوية صعب وممكن يكون شبه مستحيل عند ناس كتيرة قوي، بس انتوا قدها وهتقفوا على رجليكم وهتنسوا كل اللي فات.